السلام عليكم متتبع القناة أم ريحانة. اليوم إن شاء الله غادي نوجدو مع بعضياتنا بغرير. هي كلشي كيديرو، ولكن أنا هذا بغرير بالطريقة ديالي إن شاء الله. غادي نحتاج له بالقياس ديال هذا الكاس، وأي قياس عندكم تقدروا ديروه ديال أي كاس. المهم اللي غتعبروا به غتعبروا به كلشي. القياس ديال هذا الكاس غادي نديرو كاس ديال الفورص إن شاء الله. غادي نعطيكم مقادير وغادي نخلط 2 كيسان ديال طحين ديال الفينو، ماشي السميدة، المهم طحين ديال الفينو بحال الشكل ديال السميدة. 2 كيسان حتى هو، هاد الخميرة ديال الحلوة هي الأخرى، واحد المعلقة كبيرة ديال الخميرة، ونملحها. باش غادي نملحها تقريبا واحد المعلقة صغيرة. هادو هما المقادير ديال البغرير. والماء الماء تقريبا الكاس ديال الطحين ديال الفورص و 2 كيسان ديال السميده. غادي نحتاجو 3 الكيسان ونص بهذا القياس اللي عبرت به. 3 الكيسان ونص، اي كاس درتو قدروا تعبروا 3 الكيسان ونص، اي كاس كبير صغير على حساب. دابا على بركه الله غادي نبداو نخلطو. بسم الله نخلطو هنا، ومن بعد نديرو في الكاس ديال العصير باش نطحنو. من بعد ما درناه في الكاس ديال العصير، دابا غادي نزيد وطحناه واحد شويه. دابا غادي نزيد ديك الخميره ديال الحلوه وغادي نعاود نخلط هذيك الخميره ديال الحلوه حتى الاخر. من بعد ما خلطت البغرير ديالي، دابا غادي نردو في هذيك اللي خلطنا فيها في الاول، وعاد نخليه تقريبا. هذا ما كيحتاجش بزاف ديال الوقت باش يخمر، هذا غير دابا واحد 4 حتى 5 دقائق غيكون خامر ان شاء الله، وغنبدا نطيبو فيه. البغرير ديالنا من بعد ما خمر راه تيجي على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نبداو نطيبو. انا راني درت وحده في المقله، البغرير ديالي راه انتما كما كتشوفوا ها هو ماشي كيتقل، وان شاء الله يا ربي تجربوه ويعجبكم. البغرير ديالنا من بعد ما وجد راه كيجي على هذه الطريقه. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم، و الى عجبكم ما تنساوش ديروا لي لايك. راه كيجي مزيان، راه كيجي رائع. ها انتما كيف كيجي؟ كيجي من داك الشيء تبارك الله، راه كيجي صادق وكيجي ناجح. و الى جربتوه وعجبكم ديروا لي لايك.